انا اللي مثلا نفهمش هو كيف انه الدفاع ديال السي توفيق بوعشرين دار عقد ندوه صحفيه بالامس وقال انه تيملك الوسائل البراءه الموكيل ديالو بكل لا اقول بكل شجاعه ولكن بكل وقاحه وبكل تهجم على السلطه القضائيه وعلى زملائهم. ما قيل في الندوه الصحفيه بالامس كنعتبره واحد الشيء وقح لا يمت لا التقاليد المهنيه ولا الاعراف ولا القواعد ديال الممارسه ديال الدفاع كيملكوا الشروط ديال البراءه ولا يرغبون في الاستمرار ومناقشه القضيه الان دخلوا تيعرقلوا المحاكمه تيطلبوا باش تكون علنيه. حنا ما عندناش مشكل في هذه القضيه ديال العلنيه، حنا طلبنا السريه لان القانون ديال المسطره الجنائيه وخاصة في قانون التجارة البشر ولما كيكون تيتعرض للقاصرين او النساء او الصبايا المحكمة كتعقد هذه اولى كاين سابقة في هذه المحكمة سنة 1993 في قضية ما يعرف بثابت ان المناقشات كانت كتكون علنية ولما كيجيو الاشرطة كتكون سرية. ما ناقشوه الزملاء من بعد تكرير الخبرة لا يمسوه على الاطلاق بالسرية. ما نقش في الندوة بالامس فيه تطاول على المؤسسات، فيه مساسا بسيادة الدولة، فيه مساسا انا الان ما كنسالش نفسي ولا كنسال النقابة المحامين ولا المحامين، كنسال الدولة. فين غادا بينا بهذا الشيء؟ فين غادا بينا بهذه المسائل؟ إذا كانت المحاكمة العادلة وكانت دولة الحق والقانون خص كل واحد يتسال على التصريحات ديالو والمسائل ديالو. كتجيو انتوما يسميكم صحافة صفراء، كيجي الفرقة الوطنية زورت، كتجي الدرك الملكي زور، كيجي القضاء ماشي مستقل، كتجي النيابه العامه غادي يديها في لاهي، وشكون اللي كيملك الحقيقه في هذا البلاد؟ كيملكها الاستاذ النقيب زيان، لا يملك الحقيقه. انا اللي تنقول الله يجعل اخرنا احسن من اولنا. هذا ما نقول، لانه الان بان بالملموس هنالك تهرب من مناقشه القضيه في جوهرها، وخص الراي العام من خلالكم يعلم ان السي توفيق بوعشرين تمكن من كل حقوق ديال الدفاع. حسب تجربتي المتواضعة، أولا تعطاته الكلمة، توجهت ليه التهمة، جاوب على الأسئلة ديالو، ما نقدرش نقولهم لأن كاين سرية، دفع عليه التهمة، تقدموا بلائحة ديال الشهود، جاو الشهود ديالهم، تقدمنا حنا بلائحة الشهود، جاو الشهود ديالنا، مصرحات ما جاوش، جابتهم المحكمة كما كيتعمل به في جميع دول العالم. مسألة الاستقدام عطاوها واحد الهالة وبينوا واحد القضية ما كايناش على زعما ما عندهاش حتى سند في الواقع، بغاو يبينوا ذاك الأمر بالاستقدام وكأنه جريمة كديرها الدولة بتنسيق مع الضابطة القضائية. هذا كاين في القانون، كاين في جميع القضايا، يوميا المحاكم كتصدر الأوامر بالاستقدام، الأمن الوطني ولا الدرك عنده الأطنان ديال الأوامر بالاستقدام، حتى النهار ديال توفيق بوعشرين عاد القضية فيها إن على الزعما. على الزعما، إيوا توفيق بوعشرين صحفي ولكن هو غير متابع بجرائم الصحافة، غير متابع بحرية الرأي، غير متابع بكونو عبر على واحد الموقف، متابع بمقتضى القانون الجنائي وأفعال ثابتة، وجاو الشهود أكدوها، جاو مصرحات اللي تم الاستقدام ديالهم أكدوها، سواء اللي هضروا أو اللي ما هضروش، تأكدت كل شيء، جا تقرير الخبرة كيأكد كل شيء. إذا الإنسان كيتسائل ما الهدف ديال الدفاع بالخصوص، بعد الدفاع وعلى رأسهم النقيب زيان الذي يريد تمطيط هذه المساله وكيقحم اثناء الندوات الصحفيه ديالو واثناء التصريحات ديالو مسؤولين من الدوله ومن الحكومه اللي ما عندهم علاقه بهذا الملف. حنا ما عندنا حتى علاقه هنا لا بالمخطط الاخضر ولا المخطط الازرق ولا بالتكوين المهني ولا عندنا شي حاجه ديال النقل ولا ما عندنا حنا حتى حاجه هنا.